حصوله على افضل حارس مرمى في الدوري، وكنت متوقع ده مروان يعني اول ما بدات الموسم كنت حاسس انت ممكن، ولا ما كانش ده في دماغك؟ يعني اهم حاجه ان احنا كنا نكسب، يعني ما كنتش حاطط ده في الموضوع، بس يعني بادائي الحمد لله مع الفريق، والفريق طبعا ساعدني بكده. يعني لسه كنا بنتكلم مع كابتن وليد برضو جوه، ان لا الفريق ساعدني قوي ان انا اوصل للخطوه دي، بس يعني ما كنتش هقدر اوصل للموضوع ده من غير فرقتي طبعا. بس يعني لو حطيت في دماغي ان انا اخد احسن جول من الاول، لا الموضوع مش هقدر العب بالمستوى ده طبعا. خليني اقول لك كمان يا مريم ان احنا حصدنا كؤوس كتيره، يعني افضل مدير فني كابتن وليد عزت في البطوله، ودي اشاده من الاتحاد المصري النهارده ان احنا عندنا اكفأ مدير فني، وده يعني حقك، ويعني الحمد لله رب العالمين. الجميل بقى انه اهدى الكاس لحرم المرحوم العمري فاروق. طبعا احنا شفنا الحقيقه اللقطات دي في التتويج، انتوا كان عندكم نوع كبير جدا من العرفان بالجميل، مش بس لكابتن العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان مؤمن ايمان قوي جدا بالفريق، وشفنا ده خلال الفتره الماضيه، ولكن الحقيقه كان اكتر من حد، سواء كابتن مدحت فرج، وايضا كان في كنا بنتكلم اوف اير عن برضو يعني يمكن اثنين عزاز على قلوبكم جدا، شايفين لقطات قدامنا. الحقيقه اكيد العرفان بالجميل شيء مهم جدا، كل اللعيبه مرتديه التيشيرتس وعليها صورة كابتن العمري فاروق، وأيضا دكتور هشام العمري برضو موجود، شقيق النائب العمري فاروق. أكيد يعني كان سعيد جدا بهذه اللفتة من حضراتكم، وأكيد أنتوا كنتوا مقررين ده قبل الفوز بالبطولة. طب كلمنا يا كابتن، يعني إهداء الكأس أحسن لاعب في البطولة لحرم المرحوم معالي الوزير العمري فاروق، أنت عايز تقول إيه هنا؟ بص، رحمه الله ده بالنسبه لنا او بالنسبه لي انا شخصيا، والوائل اخ عزيز من عشرات السنين، والحقيقه اشهد الله يعني ان انا ما شفناش منه غير كل خير. نعم، واحنا بنحاول نرد له شويه من الدعم اللي هو كان بيعمله لنا، طبعا المجلس كله بالكامل، بس هو كان قريب لينا قوي يعني. نعم، هو صديق. نعم، صديق قبل ما، فاحنا بالنسبه لنا عايزين نقول له يعني بنكافئه على تعبه اللي كان معانا ده، وده بنرد له نوع من انواع الجميل اللي هو كان بيديه لنا، ان هو كان متواجد معانا في جميع الحاجات، الماتشات، اي حاجه بنطلبها، اي حاجه. طبعا هو كان حلقه وصل جميله ما بينه وما بين المجلس. نعم، فرحمه الله عليه، رحمه الله عليه، وان شاء الله هو حاضر الغائب دائما ايبدا في قلوبنا، ويمكن جماعيا كل الالعاب كلها حتى صورته وكل الالعاب ما تنساهوش. بس خليني اجي لك مروان برضو في حراسه المرمى قبل طبعا ما اروح لحسن. اصعب مباراه كانت بالنسبه لك حسيت ان عبء عليك كبير، او كنت موفق او فرقت مع فرقتك في تصدي لعدد من الكور، لان انت كمان لفيته في الفاينلز على ثلاث فرق كبيره يعني سبورتنج والجزيره وهليوبلس. اصعب ماتش ليك انت على مستوى حراسه المرمى كان انهي ماتش؟ كان ماتش الجزيره اللي هو ساعه وقت ماتش الاهلي والزمالك، ده الفاينل يعتبر. يعتبر كان الفاينل. ليه بتقول كده؟ كان ماتش اول مصيري، كان لازم نكسب علشان ما نخليش مصيرنا في الدوري في ايد تاني، يعني كان لو لا قدر الله خسرنا الماتش ده كنا لازم الجزيره يخسر من هليوبلس. ما كناش عايزين ندخل نفسنا في الحسابات دي، والماتش اصلا في الاول كان ماشي ان احنا خسرانين 2-0، فكان لا كان في ضغط جامد قوي ان احنا لازم افضل مستواي ثابت الماتش كله يعني. وتوفقت يعني، فاكر الحمد لله كرة مهمة يعني مصرية كان في كذا كرة مهمة في وقت مهم قدرت ان انا اقف على رجلي فيهم، وساعدت الفريق يعني الحمد لله باللي اقدر عليه. الله يكون في عونك. خلينا بقى نجي لك يا كابتن حسن، الحقيقه كانت بطوله صعبه، كان فيها انديه كبيره سواء الجزيره، سبورتنج، هليوبلس، شفنا ان كان في ماتشات بالنسبه لكم صعبه. الفتره بقى اللي سبقت المباريات دي وسبقت الماتشات دي تحديدا ما بين النوادي دي اكيد كانت فتره مهمه جدا، خاصه التدريبات اكيد بيبقى ما بين بدني ما بين ذهني، فعايزين نعرف منك اكتر عن